الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا الفعل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: أبواب التفسير القرآني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب، ومن سورة المائدة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة، قال نسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وهذا توثيق كما بينا قبل ذلك. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون وهو من الثقات، قال ابن عين ثقة، قال أبو حاتم ثقة، إمام صدوق في الحديث لا يسأل عن مثله، وهذا يعني علو في التوثيق. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق القرشي المطلبي. ومحمد بن إسحاق القرشي المطلبي قال شعب بن في الحديث، كان 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 من الثقات الأزبات، وابن قطان تركه الاختلاط، أما أبو زرعة فقال صدوق. عن أبي الزناد. طبعا هذه عبد الرحمن هرمز أبي الزناد، كما قلنا بأن هذه السلسلة أبي الزناد عن الأعرج، صحيح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، هذه السلسلة العظيمة المعلومة. نعم. عن الأعرج. أنا أبو الزناد هو عبد الرحمن هرمز، والأعرج ذكوان، عبد الله بن ذكوان، حتى لا أكون واهما يعني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الرحمن ملأ سحاء لا يغيضها الليل والنهار، يعني لا يغيضها النفقة بالليل وبالنهار. قال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. قال الإمام: هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث في تفسير هذه الآية. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال: وهذا حديث قد روته الأئمة، نؤمن بما جاء، نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم. هكذا قال غير واحد من الأئمة: الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك، أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كيف. هذا حديث، أعتقد حديث واحد. نعم. صحيح؟ نعم حديث واحد. هذا تفسير قول الله تعالى في مقالة اليهود: يد الله مغلولة. نعم، هذا حديث عظيم في تفسير في قول الله تعالى: وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم. فيها أولا جرأة اليهود على الله جل في علاه، وفيها أنهم وصفوا الله بالنقص، وكان وهذا دأب اليهود، نعوذ بالله من اليهود ومن كفرهم. هذا عمر القاسم، أنت أين كنت في الدروس السابقة؟ أنت تهرب أم تفر أم ماذا تفعل؟ بتتحايل علينا، أنت ما كنت موجودا لا في الدرس الأول ولا في الدرس الثاني. نعم، قل له هذا لما يرد، قل لي إنه رد. هذا اسمه أبو القاسم عمر. نعم، هذا كما قلنا، هذه الآية: يد الله، وقالت اليهود: يد الله مغلولة. هذه جرأة اليهود بكفرهم، أنهم تجرأوا على الله جل في علاه، تجرأوا عليه ونسبوا النقص لله جل في علاه، ونسبوا العجز لله جل في علاه. قالوا بأن الله جل في علاه لما رأى يعني فسق وفجور وكفر بني البشر بكى حتى أرمت. وأيضا قالوا بأن الله جل في علاه أعياه وأتعبه خلق السماوات والأرض، فارتاح يوم السبت. وهذا من كفرهم ومن جرأتهم على الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. قالوا، ولذلك قال الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وأيضا قالوا بأن الله جل في علاه كما قلنا تعب فارتاح يوم السبت، فقال الله جل في علاه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأيضا قد قال اليهود أيضا في هذا الباب، قالوا: يد الله مغلولة. فهم نسبوا اليد الله، وصفوا الله باليد، لكن قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداهما بسوطتان
ينفق كيف يشاء. ونسبة النقص لله جل في علاه كفر، حتى ترى بكفر اليهود وجرأتهم على الله جل في علاه. لذلك رد الله عليهم عندما قالوا يد الله مغلولة، هذه يكنون بذلك عن البخل، نعوذ بالله من الخذلان، والله هو الغني وأنتم الفقراء إليه. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، استحقوا اللعنة بنسبة النقص لله جل في علاه. بل يداه مبسوطة تاني، أولا أثبت اليد لله جل في علاه، وهذا إثبات اليد لله جل في علاه إثبات صفة للموصوف، لأنه قد أضاف المعنى له سبحانه جل في علاه. وإضافة المعنى لله جل في علاه، لأن المضاف لله نوعان، إضافة معاني وإضافة أعيان، فإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف، إضافة الأعيان هي إضافة مخلوق للخالق، والإضافة تكون للتشريف. وثبتت اليد لله جل في علاه بالكتاب والسنة أجمع على السنة، قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، قال الله جل في علاه مما عملت أيدينا لما خلقت بيدي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يد الله، قال يمين الله ملأ، وقال كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، فأثبت اليد لله جل في علاه. وأجمع أهل السنة والجماعة على وصف الله باليد سبحانه وجل في علاه، لا كما يحرفه المحرفون ويقولون قدرة أو نعمة، أو المنفون الذين ينفون صفات الله جل في علاه. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فوصف الله تعالى باليد جاء بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ووصف الله باليد بأن الله يمسك بيده، وأن الله يخلق بيده، وأن الله يعطي بيده، لأنه قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، يعني من النفق ينفق بها سبحانه وجل جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ يمين الله، فذكر اليمين. هنا احتج به بعض العلماء على أن الله لما وصف نفسه باليمين إذن يصف نفسه بالشمال، فيكون لله يمين وشمال، لأنه قد ورد أحاديث فيها في صحيح مسلم أنه قال وبشماله، وصرح فيه بشماله. وأيضا حديث عمر بن الخطاب أنه مسح بيمينه فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، ومسح بشمالي على ظهر آدم وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. ذكر اليمين في الآثار والأحاديث كلها ضعيفة، وأما وإن أخرجه مسلم فقد تركه البخاري، تركها، لأن البخاري قال أخرج الحديث الذي قال يمين الله وقال كلتا يدي ربي يمين، ولم يخرج الشمال، لأن فيها عمر بن حمزة وهو ضعيف وقد وهم وخالف الثقات. فالصحيح بأن الله تعالى يعني يوصف اليمين ولا يوصف بالشمال، ووصفه بالشمال يوهم النقص. ومن قال بأنه ما دام قد ثبت فلا يوهم النقص، نعم هذا حق، ما دام قد ثبت فإنه لا يوم النقص بل هو كمال، لكننا نرى في الإثبات كلام، نرى الخلل عند الإثبات، فهو لم يثبت. فالصحيح الراجح بأن الكلام على اليمين وكلتا يدي ربي يمين، ولا يقال بأن اليمين من اليمن البركة، هذا لازم. فنحن نثبت أصل الصفة بأن كلتا يدي ربي يمين، وأيضا فيها اليمن وفيها البركة. لذلك قال يمين الرحمن، وأضاف اليمين لله جل في علاه إضافة معنى من المعاني، فهي إضافة صفة للموصوف. يمين الرحمن ملأ سحاء الليل والنهار، ملأ لأن الله تعالى قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، وهذه دلالة أن الله تعالى يعطي الرزق، والرزق لا يتوقف. فمن كان طالبا للرزق فاعلم أن الرزق لا يتوقف عند الله جل في علاه، وإن كان يقدر ولكنه لا يتوقف. قال الله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأيضا قال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلبة. فقال لا يغيضها نفقة، يعني في الليل والنهار، فهو يعطي الطالب ليلا ويعطي الطالب نهارا سبحانه جل في علاه. لذلك قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف حديث عند أهل الشام، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ولذلك قال أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك، وقال أنفق بلا لا تخشى من ذي العرش إقلالا.
ولذلك وكل ملكين يقولان يدعواني كل صباح اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. قال وعرشه على الماء في إثبات عرش الله جل في علاه، وهذا والعرش ثابت بالكتاب والسنة بل وأجمع أهل السنة، أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه وكان عرشه على الماء، وأيضا بالسنة وأيضا في قول الرحمن على العرش استوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله على كل شيء وكان عرشه على الماء، ووصف العرش أنه فوق الماء والماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وأجمع الصحابة الكرام بأن الله استوى على عرش وأن العرش خلقه الله تعالى وهو من أعظم مخلوقات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للعرش كأنك إبرة في فلات، كحلقة في فلات أو كإبرة في فلات، فالعرش ثابت لله جل وعلا والله تعالى استوى على العرش، وليس الاستواء استواء حاجة، ليس استواء استواء حاجة كما يستوي المرء على كرسيه، لا والله، بل الاستواء استواء 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 كمال وبهاء وعظمة وجلال، فليس الاستواء استواء حاجة أو إعواز بحال. ولذلك قلنا بأن الكرسي أحوج ما يكون إلى الله جل في علاه، والله استوى على الكرسي وإذا نزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله في كل ليلة في الليل الآخر ينزل ولا يخلو من العرش، لأنه أثبت أنه على العرش استوى وأثبت أنه نازل، وفي كل إثبات محكمات، وهذه من قدرة الله، ولأننا لا ندري كيف ينزل سبحانه جل في علاه، فلنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من النزول ونثبت ما أثبته لنفسه من الاستواء على العرش. قال وعرشه على الماء، قال وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض سبحانه جل في علاه، وهذه فيها دلالة أيضا على أن الله يرفع ويخفض بيده، وأيضا في هذا قول الأعرابي اليهودي عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل الثرى على ذه ويحمل الجبال على ذه والماء على ذه والأشجار على ذه والبشر على ذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مقرا ثم قرأ قول الله جل في علاه وما قدر الله حق قدره سبحانه جل في علاه. هذا الأصل في تفسير هذه الآية، وقالت يهود الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، وينفق كيف شاء هنا هذا على غرار التفسير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عباد من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، يبقى ينفق كيف شاء، وهذا أيضا كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم الفوائد المستنبطة إضافة المعاني لله إضافة صفة الموصوف، لأن المضاف إلى الله إضافة معنى وإضافة عين، وإضافة العين إضافة مخلوق للخالق. نعم. سعة عطاء الله جل في علاه وسعة ملك الله، كفر اليهود، الرجل يقول لك كفار مكة ليسوا بكفار، واليهود خلاص ما اليهود ما في يهود الكتاب اليهود يسبون الله ويقول لك لا ليسوا بكفار، اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا، كفر اليهود. كل من نسب النقص لله كفر، قاعدة ضابط عام، كل من نسب النقص لله كفر، من آداب النفي إثبات كمال الضد، من آداب النفي إثبات كمال الضد. قال الله تعالى ناقل عن اليهود أنهم قالوا يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بل يداه مبسوطتان، يبقى عند النفي لابد من إثبات كمال الضد. أرجو أن تكون شفعا، أرجو أن تكون شفعا، أرجو أن لا تكون شفعا، الوهم أدركني، الحمد لله صارت وترا، جزاك الله خيرا مسدد، ونسأل الله أن يكون فرج كربك وأن يكون فتح عليك وأحسن إليك فيما كنت عليه مشغولة به أمس، أمين يا رب العالمين. فهذه بعيدا هذه الفوائد
بالنسبة لطالب العلم، كيف يعرف أنه يتلقن العلم عن شيخ وعالم متقن؟ من رأيته أولا لا يحيد عن الكتاب والسنة فهذا متقن، من رأيته يؤصل لكل مسألة ويفصل فيها ويأتي بفرعها وأصلها مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة فهو المتقن. وأيضا فإن الله يكتب القبول للمتقن يعرف ذلك، وإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج، يكتب الله له القبول عند المتقنين أيضا ولا يختلفون في إتقانه. نعم هو هذا إذا وفرت شروط مزك. في ناس يزكون ناس لأنهم وافقوهم فيقولون هذا أعلم أهل الأرض، وإن خلفهم هذا شيطان رجيم، كما كان أعلم أهل الأرض ولما خلفنا صار شيطانا رجيما، كما كمثل أبي حنيفة لما الأحناف ماذا قالوا في الشافعي لما خلفهم؟ قالوا بأن الإنسان تنبأ برجل أضر على الأمة من إبليس يدعى محمد بن إدريس. هذا كلام الثوري، الثوري قال من جلس جلس له، لكن طول النفس مع كما قلنا ديمومة قال الله قال الرسول هي الغالبة، هي العلامة الفارقة. أنت عايز من مرة واحدة تعرف ده متقن ولا مش متقن؟ قلنا مع طول الملازمة في هذا، فتراه دائما في الديمومة ما تراه إلا مؤصلا مفصلا مفرعا على التأصيل غير متكلم إلا بقال الله قال الرسول.